مرحبا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين في ريبورتاج جديد عن الليالي الرمضانية في أربيل، حيث سنتجول في عدد من الأماكن لنستطلع آراء المواطنين في هذه الليالي المباركة. أنسيه زهراء بأربيل، وكل عام وانت بخير، رمضان كريم. حابين نعرف مشاعرك بالليالي الرمضانية وشو تحكي لنا عن رمضان. أول شيء رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. الأجواء كلش حلوة هنا. إحنا يعني دائما نطلع ورا الفطور لأنه الأجواء كلش حلوة، ودائما المكان مليان وهدوء همين أكو. شو هي أكثر منطقة حبيتيها بأربيل، والأكثر مناطق اللي بتزوريها، يعني مثلا كافتريات، مولات، مطاعم، شو؟ أكثر شيء إحنا هنا بدريم سيتي والأمباير، يعني الأجواء كلش حلوة تكون، ودائما أكو ناس وأكو حركة، يعني مو إنه ساكتين. المولات مو هالقد نروح لها، لأن نحس هيك بالمطاعم والكافيهات أحلى. المولات دائما تكون هوستة أكثر شيء، يعني التعب. مرحبا فيك بأربيل، وكل عام وانت بخير، رمضان كريم. حابين تحكي لنا عن الأجواء الرمضانية بأربيل؟ وانتو بخير وزاغروس بخير. قناة اللي دائما تكون سباقة بتغطية كل الأجواء الجميلة في كل أنحاء أربيل. رمضان مختلف طبعا في كردستان عام، انه تكون أجواء كثير مختلفة، الفطور وقته، السحور وقته، يعني يعكس كل المحافظات بالتنوع الموجود داخل كردستان وأربيل. وأكيد رمضان الخير دائما ما يحلى إلا بلمة الأهل والأقارب، ومثل ما تشوف يعني ماكو يوم ما نطلع بعد الفطور نكون متواجدين بأجواء آمنة لطيفة، وهذا اللي دائما احنا يكون يسعدنا. وحضرتكم توجهون صورة مختلفة عن أربيل وكردستان، هذا الشيء يفرحنا بصراحة. شو الشغلة المميزة أو المكان المميز اللي أنت كثير تحبه بأربيل ويعني تحب تزوره دائما وتنصح رفقاتك يزوروه؟ يعني ما راح أخفيك سرا، كل الأماكن في أربيل لها طعم مختلف، يعني بما أننا احنا الدولة اللي تكون متطورة بثقافتها، بتغيير مناخها، ببنيتها التحتية، هذا ياخذ مساحة كبيرة بنظري، بما أنه أنا كثير أسافر واختصاصي إعلام وتقديم برامج، فكل بقعة في كردستان هي تعني لنا شيء. مرحبا يا شباب، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، وحابين نسمع منكم مشاعركم بهالأجواء الحلوة بالأيام الرمضانية والليالي الرمضانية بأربيل. أهلا وسهلا، رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. والله هي رمضان بهولير كلش حلو هنا، أجواء لطيفة، أجواء رمضانية حلوة، بالمولات، بدريم سيتي، بالإسكان، أجواء حلوة شعبية. أهلا وسهلا بكم. أنت أي أكثر منطقة حبيتها بأربيل تنصح رفقاتك يزوروها بأيام رمضان وبغير رمضان؟ والله كل منطقة لها طعم خاص، لها طعم حلو. مثلا هنا هدوء، بدريم سيتي هدوء، أجواء راقية. تريد تحب أماكن شعبية، مثلا عندك الإسكان مكان حلو شعبي، هيجي. أهلا وسهلا. أنت بدنا نتعرف عليك، أنا نرحب فيك كمان، رمضان مبارك عليك كمان.
حابين تحكي لنا عن اجواء رمضان باربيل وخاصه الليالي الرمضانيه. اجواء رمضان باربيل ما شاء الله كلش حلوه، والعالم والاجواء كلش حلوه الحمد لله، واماكن سياحيه كثيره. ننصح يعني اخواننا يجون هنا يتونسون باجواء رمضان. مناطق كثيره مثلا عندك الاسكان، عندك دريم سيتي، وكل منطقه لها طعمها الخاص مثل ما قال اخويا. هو انتم من وين جايين بالمره يعني نعرف شلون؟ احنا من بصرة. نعم الله يسلمك. يعني لو نعمل مقارنه بين اربيل وبالبصره بالاجواء الرمضانيه والليالي، كل منطقه لها طعمها الخاص. يعني بالبصره عندك هم اجواء كلش حلوه، وهنا كذلك نفس الشيء. يعني شو تنصح رفقاتك هسه يشوفونك على القناه؟ يجون والاجواء كلش حلوه والحمد لله، والله يديمها على كردستان. اهلا وسهلا بك. مرحبا فيك وكل عام وانتم بخير، رمضان كريم. وحابين تحكي لنا عن الاجواء الرمضانيه باربيل وتحكي لنا عن مشاعرك. اهلا وسهلا بكم، واحنا جدا مسرورين بلقائكم، ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. يا رب يديم المحبه وان شاء الله رمضان على الجميع. والله الحقيقه احنا اجينا رمضان، اختي هنا بالسويد مقيمه، فحبينا نجدد شويه اجواء رمضانيه. تعرف هناك الحياه ما بيها هاي الاجواء الاجتماعيه وكذا، فصامت هنا 10 أيام، فأنا جينا هنا إقامة 10 أيام، والأجواء كانت والله جدا روعة، يعني ناس طيبة، وسوينا جولات بعد الفطور، والأجواء جدا رائعة والحمد لله، والجو حلو وكل شيء طيب بهالمدينة. أكثر شيء لفت انتباهك بأربيل يعني ما شفته بغير منطقة مثلا، طابع أربيل بهذا الجو الرمضاني شو؟ والله يعني أكثر شيء هاي الألفة والمحبة بين الناس، وبعد الإفطار يعني هاي الأجواء الحلوة اللي فاقدينها بذيك الدول نشوفها هنا حلوه يعني، وجمعه حلوه واجواء رمضانيه حلوه، والناس الطيب مالتها هم غالب على كل شيء، والحمد لله وجدا مسرورين. شكرا جزيلا لكم. اول شيء نرحب فيك ورمضان كريم عليك وعلى كل الاهل ان شاء الله. وسمعت انه انت جاي من السويد، يعني بدنا نعرف منك المشاعر والاجواء اللي عشتيها هون باربيل وما شفتيها بالسويد. رمضان كريم عليكم، وكل عام وانتم بالف خير وصحه وسلامه. والله الأجواء كلش حلوة حقيقة، فرق كبير يعني تدري بدول أوروبا فاقدين رمضان، أجواء رمضان أبد يعني ما نعيشها، بس الحمد لله من جينا هنا حسينا وانبهرنا حقيقة، انبهرت بأربيل وإن شاء الله يعني للأفضل، وهذا الشيء فرحنا كعراقية وأربيل طبعا من العراق. شو الناحية اللي أبهرتك بأربيل؟ يعني شو الأجواء اللي شفتيها؟ يعني أنت شو كنتي تتوقعين تشوفين، وشو اللي كان ملفت أكثر شيء لك بأربيل؟ والله الترتيب صراحة، يعني مدينة تقدر تقولها مرتبة منظمة، الأعمار بتطور وبنمو، يعني شيء يفرح شيء حلو. بالنسبة للأجواء الرمضانية كيف؟ أكيد حلوة أجواء، يعني يحس واحد الصايم مثل ما حضرتك تفضلت، انا من يعني من زمان باوروبا واصوم كل سنه، يعني بس اجواء البيت والعائله، بس هنا أنا يقدر واحد يعني مثلا نقول الصيام وتحس بروعه الصيام، تحس الناس مشاركتك بالفرحه، اجواء رمضانيه، الوضع كله يعني شيء مختلف. الله يخليك، الله يسلمك، منا ومنك صالح الاعمال، شكرا جزيلا لك. مرحبا فيكي ورمضان كريم، وحابين نعرف منك مشاعرك بهالاجواء الرمضانيه، شو تشوفين الاجواء حلوه باربيل، شو هي المناطق اللي بتحبيها باربيل؟ اول شيء رمضان كريم علينا وعليكم، الاجواء كلش حلوه بهاي رمضان،
خاصة يعني بنطلع بالفطور كلش مناسب والجو يعني مو متعب وهالرمضان خفيف علينا والصيام ابدا مو متعب وكلش حلو. بس الشيء الوحيد اللي مو حلو انه الدراسة صارت برمضان، بس الحمد لله كلش حلو يعني هالمكان خاصة دريم سيتي بعد الفطور ونستحر هنا مرات، يعني الاجواء مناسبة وحلوة. طيب الاجواء الرمضانية الموجودة بشهر رمضان ما موجودة بالشهور الثانية يعني بالسنة، شو انت ممكن تحكينا عنها؟ اي طبعا الاجواء يعني كلش حلوه وخاصه المسلسلات ويعني حلوه يعني فطور وسحور، هاي مو اجواء يعني غير الايام عاديه. نعم نعم أعزائنا المشاهدين، ما زلنا معكم في هذا الريبورتاج الخاص عن الليالي الرمضانية في أربيل، ونحن الآن مع عائلة كركوكية ونحب أن نستطلع آرائها في الليالي الرمضانية في أربيل. نرحب بك وكل عام وأنت بخير، رمضان كريم. نعرف مشاعرك عن الأجواء الرمضانية والليلية خاصة بأربيل. أول شيء رمضان كريم عليكم، ينعاد على أم العربية بالخير والسلامة. والله الأجواء بأربيل كلش حلوة، يعني نجي هنا دريم سيتي أسبوع مرة مرتين، ونروح القلعة همينة، يعني نزور أماكن هواية بالسحور وبالإفطار، أجواء كلش حلوة يعني. طيب الأكثر شيء لفت انتباهك بأربيل يعني سواء بالزمن الحاضر والأيام السابقة، يعني كان ما في سوشيال ميديا، ما كان في فضائيات، شلون كانت أجواء الرمضانية سابقا وحاليا؟ طبعا كنا قبل نزور الأقارب وراء الإفطار ونتجمع الأهل والأصدقاء والأقارب على الإفطار أو السحور، بس هسه اختلف الوضع، يعني الناس كلها أكثرية يعني تطلع للخارج، يعني تزور هيجي أماكن بالسحور بالإفطار نتجمع. الأجواء الرمضانية بأربيل غير الأجواء الشهور الثانية، يعني تعرفي رمضان فيه له طابع خاص، يعني شو الطابع المميز اللي يجمع الناس برمضان مثلا؟ الطابع المميز يعني رمضان شهر المبارك، يعني تجتمع بها الأصدقاء والأحباء كل، وخاصة على السفرة، يعني سفرة سواء الإفطار وسواء السحور. طبعا نجتمع العائلة كلها، يعني أجواء كلش حلوة خاصة رمضان. وبعد الإفطار يعني أي المناطق تختارين مشان يعني ترفهين عن حالك، يعني مشان الواحد يتفتر فيها؟ نروح المولات أو نجي دريم سيتي أو نروح لسوق القلعة، يعني كلش حلوة القلعة. شكرا، شكرا جزيلا، تحياتي، شكرا. رحب بيك ورمضان كريم، وحابين تحكي لنا عن الأجواء الرمضانية بأربيل. علينا وعليكم يا رب يا جماعة، على المسلمين جميعا. طبعا أنا أحب أنا بنفسي بنو طالب بنو آخر مرحلة ثانوية، بنو رمضان يعني أجواء جميلة كلش، كأني بالنسبة إلي وأنصح كل الطلاب بأن يقدرون يعني رمضان حلوة، يعني يقدرون بأسبوع مرة يطلعون، بس أهم شيء لا يملون يعني دراستهم لأنه ما بقى شيء على امتحانات، فبالتالي الأجواء حلوة كلش، بأنه تشوف العوائل برا كلهم طالعين، فما يأثر على دراستك بأنه تطلع مرة بالأسبوع وتشارك هاي الأجواء الجميلة برا كلش حلوة. تسلم وشكرا جزيلا، تحية. أول شيء نرحب فيك ورمضان كريم عليكم، وحابين نعرف منك المشاعر والأجواء اللي تعيشها بأربيل. طبعا اليوم من مدينة أربيل أجواء رمضانية جميلة جدا،
وسعيد جدا بهذه الأجواء. يعني أربيل تمنحنا دائما أجواء سعيدة نهرب إليها عندما يعصرنا الوجع ويعصرنا الألم. نحن أبناء القرى المجاورة لأربيل دائما يعني نكون سعيدين جدا عندما نأتي إلى هذه المدينة. فاليوم نحن في دريم سيتي، أجواء رمضانية ممتعة مع مجموعة من الأصدقاء. نعم، سمعت أنه أنت تكتب قصائد شعر. أنا شاعر موجوع، فأريد أوصف يعني بهذا البيت وجعي، فأقول ورثتناي سم الفرحة نيتك، ورثتناي القهر والشوق والحب، ورثتناي بغيابك مو جقالة، ورثتناي اليمر يسمع حضيري نوح بيه، اليمر يسمع حضيري نوح بيه. يا وجع يا أربيل ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل، يا وجعي يا وجعي. الله يعطيك العافية مرة ثانية، رمضان كريم. أهلا وسهلا فيك رمضان كريم، حابين نعرف منك مشاعرك بهالأجواء الرمضانية بأربيل. وسهلا فيك، رمضان كريم على الجميع ان شاء الله، وسنه خير ان شاء الله على الكل. والاجواء الرمضانيه هنا كلش حلوه، خاصه باربيل اجواء ربيعيه احسن من قبل بهوايه. قبل كان شوب وهاي السوالف، بس هنا يعني كلش حلوه، نقضي اوقاتنا خاصه برمضان ويا العائله ويا الاصدقاء، ومثل ما تشوف الاجواء كلش حلوه هنا خاصه باربيل، وشعور كلش حلو من يجي رمضان وتجي اللمة مالته وتجي هذه القعدات الحلوة واللمات الحلوة والأطباق الشهية طبعا الشهية وأكلات الوالدة وهاي السوالف. تساعدين الوالدة في تحضير الأطباق؟ أكيد أكيد. شو أكثر أكلة تحبينها؟ أنا أكثر أكلة أحبها الدولمة، طبعا مشهورة بالعراق أجمع. أي الله يخليك في دول قلبك، شكرا. مرحبا فيكي وكل عام وانت بخير، رمضان كريم. حابين منك تحكي لنا عن اجواء رمضان باربيل وهالليالي الحلوه. اول شيء رمضان كريم عليكم وعلى امه محمد ان شاء الله. والله رمضان حلو كلش باربيل، استمتعنا والاجواء حلوه والجو حلو، وخلصناها كافتريات ومولات ونطب ونطلع، ان شاء الله خير علينا وعليكم. من اي منطقه جاي؟ احنا من بغداد، من الدورة. من امتى جاي؟ والله احنا قديمين يعني ساكنين هنا تقريبا صار لنا شيء 4-5 سنوات. طيب شو الاجواء المميزة اللي شفتيها باربيل ما شفتيها بغير منطقة؟ والله جوهم حلو، ما حسينا يعني رمضان ابد ما حسينا بيه شيء هنا، لا جوع لا عطش، جوكم بارد. اي والله جو كلش حلو كلش حلو. بغداد شوية حارة، ما أعرف هي هاي السنة شوية باردة، جو حلو كلش حلو. والأماكن السياحية اللي أنت تشوفينها بأربيل، يعني شو تنصحين رفقاتك هسا يشوفونك على التلفزيون؟ والله دا نروح مولات، كافتريات، دريم حلوة، مجد مول، كل أماكن دا نروح لها كلها أماكن حلوة. أي والله ما بقى مكان ما رحنا له إن شاء الله. احكي لنا عن عادات رمضان ما موجوده بالشهور الثانيه، بس الاجواء الرمضانيه والعادات الرمضانيه بين رمضان الحالي والرمضان ايام زمان. والله شوف هو رمضان ما تحلى الا باللمه، يعني حلوه من التم كنا على السفره ونقعد الاهل والاقارب والجيران وقاعدين وناكل، حلو رمضان حلو لمه بيه كلش حلوه. اي والله شكرا جزيلا ورمضان كريم. علينا وعليك ان شاء الله. اول شيء نرحب فيكي ورمضان كريم، وحابين نعرف منك مشاعرك بالاجواء الرمضانيه باربيل. اهلا وسهلا بك قلبي. اول شيء اجواء الرمضانيه باربيل تجنن تخبل، طبعا الوقت ما نحس به يمشي بسرعه، اجواء تجنن العالم كلها، يعني احس ما اعرف الوقت يخلص بسرعه ويا رمضان.
دائما احنا متواجدين بدريم سيتي لمتنا ويا الاهل طبعا 24 ساعة دريم سيتي امباير، يعني هي اللمات هناك مالتنا والاجواء يعني كلش حلوة وجميلة. اي والله تختلف اجواء اربيل عن بقية اجواء اقليم كردستان والعراق مثلا؟ اي طبعا. من اي ناحية؟ الصراحة انا من ناحية يعني اشوف الاجواء باربيل ممكن احلى، او لان ما اعرف ماخذين حريتنا او الامان والاستقرار بكردستان، فاكيد احنا يعني لحد ما نوصل يعني لبيتنا لحد الثلاثة يعني نكمل سحورنا، وهاي يعني امان وكل شيء حلو هنا انا باربيل فحلوة يعني. اي بس ببغداد تعرف الوضع مو تمام، فنخاف يعني حدنا ال 12 لازم بالبيت، فهنا الاجواء كلش حلوة يعني باربيل كردستان. يعني تضلون للسحور تتسحرون برات بيت بالمطاعم بالشغلات ثانيه وبعدين ترجعون؟ يعني ما نحس بالوقت، مثل ما اقول لك ابد ما نحس بالوقت، الوقت يمر بسرعه لان اكثر اوقاتنا برا بالفطور تمام، وكل مكان وين ما نروح الفطور موجود، السحور موجود، والعالم واللمات الحلوه واجواء اربيل تجنن، ف كلش حلوة يعني. وهسه احنا حاليا بشوف انت مثل ما تشوف بدريم سيتي والعالم والناس وكنا ملمومين. اي والله هو هيك رمضان يلم العالم، يلم العوائل، يلم الاصدقاء، يلم الحبايب، نعرف برمضان هاي اجواء. ويا رب ان شاء الله همينا الامان والاستقرار البغداد، همينا نتمنى مثل ما يعني دا نشوف العالم شلون دا تتطور ودا تصير، اتمنى من قلبي اشوف بغداد وشعبنا العراق همين نفس الشيء مثل ما الفرحه احنا دا نعيشها، اريدهم هم يعيشوها. اي والله امين يا رب يا امين. تسلم وشكرا كثير.